تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بولاية الخرطوم من ضبط شبكة إجرامية مكونة من 7 متهمين تعمل على تزييف العملة المحلية والأجنبية. أكد نائب المدير العام المفتش للشرطة أكد نائب المدير العام المفتش العام للشرطة الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله أكد جاهزية قوات الشرطة لحماية الوطن والمواطن من كافة الجرائم والمهددات الأمنية التي تستهدف أمنه واستقراره، وتعمل على إضعاف الاقتصاد الوطني من خلال العمليات الإجرامية الدخيلة على المجتمع، مناشدا المواطنين بضرورة الحرص على التبليغ الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية السالبة التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني.